انت عندك تجارب يعني كثيره في الحياه، كيف تقيمك لتجربتك الدراميه؟ وفي نفس الوقت انت ككاتب سيناريو، هل بعد ما خلص العمل تمنيت انك انت اللي كتبه؟ انا عندي محاوله وما اعتقد ان انا كاتب سيناريو، والصدفه البحته اذا تتذكرها استاذ هبه في 2012 سافرت للكويت بتوصيه من ام بي سي عشان تشوف اذا انا عندي موهبه ولا لا. وبعدها خذتني ام بي سي صوب البرامج ووقفت المحاوله. بس كان عندي دائما حلم ان انا ادخل عالم الدراما، لان عندي كانت هذه القناعه ان الدراما التلفزيونيه هي الشكل التلفزيوني يكاد يكون الوحيد المضمون استمراره بشكل او باخر، يعني من الاريل اللي يلف الهوائي الى الستلايت الى خدمه الطلب الى الديجيتال ستريمينج، كل خدمه منهم تحتاج دراما، وهي يمكن الشكل الوحيد. لو استمر 40 50 دقيقه في اليوم مجبر ان تتابعه، لا يمكن اختصاره الى 5 او 6 دقائق على يوتيوب او على السوشيال ميديا. فانا كحس داخلي كانسان اعتقد ان عندي هذا الحب للفن، احب الدراما. والصدفة وحدها، يعني لما حاولت أخوض هذا التحدي جمعتني بالأستاذ علي العلي اللي الحين هو أكثر من أخ في الخطايا العشر السنة اللي فاتت، ومسكت الجانب الإنتاجي. المفاجأة كانت بالنسبة لي لما وضعوا فيني الثقة الأستاذ هبة والأستاذ باسم عبد الأمير، وجه لك التحية، والأستاذ مي الصالح، أن في هاي العمل أنت راح تكون شورنر. يعني خفت وترددت كثير، لأن في جانب تمثيلي وفي جانب يخص العملية الإنتاجية والجانب الإبداعي. ولكن القتال اللي قال عنه علي قبل شوي هو يمكن اللي خلى هالشيء يطلع في التجربة بشكل أعتقد لحد الآن إحنا يعني موفقين فيه، بما أننا وصلنا للحلقات الأخيرة. أنا قاسي على نفسي في النقد، ولكن أحب أمدح نفسي أحياناً، فأنا فخور في نفسي بصراحة في هذه التجربة ومبسوط. احنا فخورين فيك. الله يخليك. بالعكس. جدا، لان انا دائما اجلد نفسي في هذا العمل. اول مره في حياتي اشوف نفسي في المرايه اقول خالد انا راضي عنك نسبيا. طب خالد، وش الحب اللي زاده على اللزوم؟ يعني خلاص انت حبيتها وتزوجتها، ليش تزوجها بمسلسل بعد؟ هو هاي الخط علي بقول لك شيء، احنا كان حرام عليك ما صار يعني بالضبط. انا احب ان شاء الله دنيا واخره، بس في العمل لما عرض علي الناس من الاستاذ هبه، أول ما قريت أول كم حلقة كلمته على طول، قلت لهم خالد أنا ما أبي الناس يقولون تزوجوا والحين بيطلعون على الهوى متزوجين علشان يروجون لنفسهم وكذا، قلت لهم مو هاي سكتنا. قالت لي كمل. لما كملت لقيت أن أنا معاها ما عندي لمشهد واحد المفروض في رومانسية، والباقي صراع من مراكز شرطة إلى فقدان للذاكرة إلى حرب إلى ضرب، وما أبي أحرق ما أعرف كم باقي من القصة. فاستمتعت فيها مع نور.